بسم الله الحمد لله حمدا لا حدود له. الآن سنتناول آيتين، الأولى سورة المائدة والثانية في سورة الأنعام. يقول في سورة الأنعام، لا أي المائدة، ولو أنهم آية 66، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أي أهل الكتاب، لو ما تجرؤوش وفسدوا ما جاء في الكتابين اللي نزل على سيدنا موسى عليه السلام والآخر نزل على سيدنا عيسى عليه السلام. يقول ربي في شأنهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، إنجيل مش أناجيل، أنسوا الإفنجيل، وما أنزل إليهم من ربهم، يعني لي بون نوفال لي زافيرتيسمون اتسيتيرا، وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. برا فسر عاد شنو من فوقهم، يعني بركات من السماء، من رب الأرض والسماء، ومن تحت أرجلهم يسهل لهم ربي باش يطلعوا على كنوز توفر لهم حياة هنية فيها السعة، فيها تمتع بخيرات الله الحلال وأهل المجر. نعاود الآية، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل يطبقوهم ما حرفهمش، وما أنزل إليهم من ربهم أوامر ونواهي المولى في كلا الكتابين توراة وإنجيل، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا ربي يتكلم راهو، يعني بما أنكم أنتم حرفتم وعصيتم الله فيما جاء في التوراة والإنجيل، يحرم عليكم لذة العيش الدنيوية بزايد، وذاك علاش أنتم محرومين من الأمان ومحرومين من السكينة ومحرومين من اليقين أن الله لا يكون إلا إلها واحدا، لا فما القولة الكاذبة عزير بن الله ولا الكاذبة تثليثية، قول بالتثليث ترينيتي. نأخذ الآية في سورة الأنعام آية 93، يقول مولانا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيمانا وتقوى، إن آمنت بالإله بوحدانيته بوحيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيمانا وتقوى، فماش إيمان ما تحضر المعاصي، لازم تتق الله، يعني لا تكذبوا، tu ne dois pas comment dirais-je causer le courroux divin. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، يعني أنتم محرومين بما فيكم الكرب، بما فيكم من الأمة المؤمنة الكاذبة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات جيبكم إلى استقبالها، سواء كانت تكون سماوية ولا أرضية. نسأل الله أن يعيننا على الزيادة من القرب منه، ونطلب الله أن يزيدنا في حبنا له وحبنا لرسول الكرام عليهم السلام. الله أكبر وأنت السميع العليم، فعنا على إرضائك يا مولانا، وابعد عنا كل ما يسخطك علينا. أمين أمين يا ربنا يا كريم يا حليم يا هادي
والسلام بالتمام والكمال على من أراد السلام.